صباح الخير، كيفكم؟ أنا اسمي غزل، عمري 11 سنة. حبيت أورجيكم طبخة كتير طيبة. أول شي منحط 3 صدور دجاج، وبعدين نقطعهم قطع صغار مربع. نقطعهم مثل هذا الشكل، بعدين منحطهم على الطنجرة بدون ما تشغلوا الغاز وبدون ما تحطوا زيت. حطوا الدجاجة لوحدة على الطنجرة بدون الزيت. وبعدين منحط سلطة صويا صوص 2 كبار، وبعدين منحط دبس رمان 2 كبيرة، طبعا هاي مستحبة. بعدين منحط عسل 2 كبار، بعدين نحط 3 قطع ثوم قطعناهم طبعا، وبعدين منحط زنجبيل مطحون 2 صغيرة. هون استخدمنا مي 50 مليليتر، حطينا فيها نشا 2 كبيرة، وبعدين طبعا نخلطهم. بعدين نحطهم على الطنجرة. وبعدين نحط مرقة دجاج 150 مليليتر، وبعدين نشغل الغاز على نار هادية 20 دقيقة ونخلطهم. وهاي ليك الطبخة جاهزة. طبعا انتم من عندكم ضيفوا معكرونة اذا بدكم واذا ما بدكم. صحة وعافية.